ريف حلب الشمالي قصف يومي اعتاد عليه هذا الشعب العظيم. من هنا بدأت شرارة الثورة، وهنا صب النظام الأسدي نار حقده على الأهالي العزل، وما زال يفعل. رغم ذلك أعطى السوريون للصمود معنى جديد تتمثل بإعادة إعمار ما تهدم. فهو أبو عبده ناشط في الثورة يروي لنا قصة إعادة إعمار بيته. أثناء اجتياح الجيش للريف الشمالي فات الجيش على الضيعة هون، حرق بيوت الناشطين كلها، ومن جملتهم بيتي. حرق حوالي شيء 150 بيت، ومن بيناتهم بيتي. بس الظاهر إنه أنا مصر فيني زيادة عن اللزوم. حرقوا بركوا أرض البيت وأكلوا وشربوا، وما راحوا من هون حتى البيت انطفى. ضل أربع ساعات ونص شغال، وهن بيركين على تسلوا لحتى خزانات المازوت والمي وعلى طول الناس اللي هن بيركين كل شوي تسلوا فيهم طلقتين حتى بعوجوهم كلياتهم. ومثل ما انتم شايفين هلا عم نشتغل شوي بنرجع بنعيد تأمين هالبيت، وان شاء الله مستمرين في هالثوره حتى يسقط هالطاغية هالمجرم. واذا كان الهدم مصيبه فالامل يحولها الى سبب من اسباب الحياه. اخي مثل ما اقول لك المثل، مصائب قوم عند قوم فوائده. هو والله لا يضر حدا، بس يعني في ناس كثير عم تنقص بيوتها، عم بيجوا علينا مشان نصلح لهم الاضرار. اصلاح واعمار وتشييد، يعملون ليل نهار من اجل لقمه العيش بعد ان فتح لهم النظام عمل لا ينتهي ابدا. ويأخذون قسطا من الراحة في منتصف يومهم، ويحتسون كأسا من الشاي الساخن، ويتبادلون الأحاديث عن الناس الذين قصفت بيوتهم. نروح نشتغل بحيان، بحندان، بحريتان، بكفر حمراء، بحلب، بالمناطق المحررة. نشتغلنا ب500 ورقة ب1000 ورقة، اللي هو ما ليش نساوي. عندي ولد بدي أجوزه، اضطرينا أنه نعمر هالغرفة ومنتفعاتها مشان نستر هالولد ونجوزه. من وسط الدمار ترى الجهود تبذل لإعادة إعمار ما تهدم. لقد قرر أهالي الريف التعايش مع الظروف الصعبة، حيث أصبح القصف مسلسلا يومي لا نهاية له. ناقد البيانوني، ريف حلب الشمالي.